الولد هذا وسمعت من طام يعني جابوا له ما هذا، فالولد صاح يعني انا انفعلت خلاص. ايش انت تخيل لو ما تسمع ابنك يبكي وتسمع قارح كذا كانه مكف. هذا قامت منظمه هود بمتابعه يعني ابني، والاستاذ عبد الرحمن تصلي قال لي تعال انا قد رحت لعند فلان وفلان وبلغ يعني، ف يعني عمل جهد. فبعدين يعني اطلقوا صراحه، والفضل لله ثم لمنظمة هود وعلى رأسهم الأستاذ عبد الرحمن برنامج. لم يعرف السجان أن الوضوء والصلاة مرتبطة بعبادة، مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. هو يستهزئ بمن؟ يستهزئ بالشباب أم يستهزئ بالله سبحانه وتعالى أم يستهزئ بالدين؟ من أجل من؟ من أجل من تمارس هذه الأساليب الوحشية؟ طيب تعالوا نسمع رأي القانون في قصة هذا الشاب. ما شاهدناه يعتبر انتهاكات جسيمة للقانون وللدستور الذي جرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية لأي إنسان، مواطن يمني أو كان غير مواطن يمني أو دخل إلى اليمن حتى بطريقة غير مشروعة. لأن نص المادة 48 في الفقرة باء تنص على أنه وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديا ونفسيا ومعنويا. وما حصل رويشان قد انطبقت فيه كل أنواع التعذيب الجسدية والنفسية والمعنوية، بل أنها ترقى إلى مسألة حقد. إلى هذا لم يعد اعتقال أو يمارس، هذا قد تمارس عندما يكون هناك حقد ديني أو عقدي أو مسائل كبيرة. تفاجأنا كثيرا لما سمعنا في قصة الأخ رويشان. كما أقول أيضا أن الدستور نص في نهاية الفقرة باء من المادة 48 قال ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أثناء عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو الحبس مهما كان ضد أي إنسان. الدستور اليمني حافظ على كرامة الناس وحافظ على حقوق الناس وجرم هذا الفعل، فهو يعتبر مجرم قانونا ومجرم دستورا، ويحق لهذا الشخص أن يقاضي من قاموا بارتكاب هذه البشاعة وهذه الانتهاكات لحريته ولحقوقه ولكرامته. ولا تسقط بالتقادم أبدا هذه الجرائم، ويحق له أن يطالب بها في أي وقت وأن يعوض وأن يعاد إليه اعتباره وأن يعوض عما حدث له من انتهاك، لا سيما والانتهاكات التي سمعناها في قصته يعني لم نسمع بها، لم يمارسها حتى اليهود ضد الفلسطينيين، لم يمارسها الأمريكيين ضد المعتقلين في غوانتنامو. الحرمان من النوم تعتبر من أبشع أنواع التعذيب ضد المعتقلين وضد السجناء، أنهم يعطونهم البول وأنهم يشربونهم بالقوة البول. هذه جرائم تتعارض مع الشريعة، تتعارض مع الدستور، تتعارض حتى مع أخلاقنا كيمنيين، تتعارض مع إنسانيتنا كبشر كأناس نكرم هذا الإنسان ونحترم يعني ما كرمه الله، لأن الإنسان كرم من قبل الله أولا قبل أن وحفظت حقوقه في القرآن وفي الشريعة الإسلامية قبل أن تحفظ في الدستور وفي القوانين. ما جاءت هذه القوانين وهذه النصوص الدستورية إلا لتؤكد حرمة تعذيب المواطن أو المحبوس أو المعتقل حتى وإن ارتكب جرما فعلا. يعني هو هذا قد يكون لم يرتكب شيء ومورست بحقه هذه الانتهاكات الجسيمة. نخشى أن يظن كثير من الناس الذي فعلا سمعناهم وهو يقول أن لديه في المعتقل كان كثير، أين هم هؤلاء الذين يشرحوا ما ارتكب بحقهم من جرائم؟ ولم يأتي إلا شخص واحد، لأنه قد يكون فاهم في الحقوق وفي القانون جاء ليشرح ما حصل له. في ناس كثير قد لا يعتبر هذا تعذيب، ونحن كقانونيين نعتبر من أبشع أنواع التعذيب. في أناس لا يظن التعذيب إلا قلع الأظافر أو الكهرباء أو العلاق في
كما نسمع في القصص البوليسية وفي قصص الانتهاكات الكبيرة التي نسمع بها في القصص، لكن هذا شاهدناه واقع موجود الرجل. بشهادة الجميع أنه يمتاز بشخصية رائعة، شخصية خدومة، يهتم بالآخرين أكثر ما يهتم بنفسه، يعمل بجهد من أجل إرضاء والديه، يهتم بقرص قيم إيجابية، قيم وطنية، قيم سلوكية في عقول طلابه. كانت سعادة الأسرة وهو بينهم سعادة كبيرة. لكن تابعوا معنا ما الذي حصل له ولأسرته بعد أن اختفى. والله ما اعترفنا يعني باعتقال محمد ابني هذا إلا بعد 10 أيام أو 13 نهار. لأن جلسنا أول يوم إنه صرنا هنا حسمه ويصير يدرس، وبعدين ما جاء شيء وقت الغداء هذا مرة. بعدين استنى لو يمكن عند أصحابه يمكن اتصلنا بتلفون ما مغلق دائما. وبعدين في الليل هكذا، بعدين يوم ثاني صرنا ندور عليه، قلنا يمكن هو لما سمعنا في بسيرة في كنتاكي وكذا، قلنا لا صعب صار معهم ولا كذا. ما بعدين من يوم ليوم وإحنا ندور عليه في كل قسم، يعني بعد يعني كل اللي جي حوالي 10 أيام وكذا، لو يعني مكننا كنت أنا واسمه أخواته ندور عليه ما يقولون أبدا. لا مرة سارت لا قسم أمه لا قسم حتى لا القسم الذي تحت هذا صنع هذا. بعدين سارت لهنا قالوا له ما بش كان الولد هذا اللي باسمه محمد هذا ما بش عندنا. بعدين طالبنا يعني سنة في قسم ثاني لا قسم العليا لا قسم حمير لا كل الأقسام هذا الذي تينا كله يعني ما حصل حسب بدنا. بعد هذا كله صرنا مرة ثانية جالنا واحد قال إنه يعرف إن في يعني ناس معتقلين لهم يكون في القسم حتى. بعدين صرنا إلى قسم حتى هذا وإنه حصلنا. قالت أمه على إنه أنا جيت لهنا قبل أسبوع أو 8 أيام وما قالوا ما أحد موجود هنا. رجعت صيح أنا كنت بكي وكذا كذا. جلست ألبق على وابكي وأسر واجي وأصيح فوق أخواني يصير يدوروا على وقايس وأنجي ما عاد إلا قال ابني قال ما عاد صرنا ندور الكذا. سنة دوّنا أبو ثلاث كذا هناك في كنتاكي في هذيك القرص فيه ولا درينا أينهم. ما بعده قلتنا والله ما عاد أخلي قسمي فيه صنعاء لو ولا ما نخرج باب والله ما نخرج باب لا قد ابني حرك دمي وحرك قلبي. وأنا فيني السكر يا ابني أنا مريض ما شان أنا ابن الله الذي عادنا بخير السكر والضغط فيني. كان قد أنا رقد وأنا بغير شعور وأبكي وأتلبك وأصيح فوق أخوانه ما عاد له أسر له قلبي أنا والوالد الصغير الثاني هذاك أسر له كل قسم. صرت لها قسم علاية، صرت جني لها قسم المجد هذا حق حتى، صرت لها الزبيري، صرت لها سجونة حق حتى كلها، لا ما وصلت لها أنا، وإنهم يقولوا لي ما في ما بحده، محمد شروان ما بحده، قلت يا ابني هم قتلوني لها أنا، الله يرحم والدك، ويجعلك في كل خطوة سلامة، ما أنت تخرج ابني من هنا لا أنا أبصره لا ساعة، أبصره من الطاقة أفتهم في حالي. أنا قلت أنا مريض يا ابني فيني السكر فيني الضغط فيني أنا الله يغور قلبه. قال والله يا حكه ما في خرجي خلينا هدارش ما بي روحي البيتش هذا في سجن المجد هذا. أصلى الله أنا ابني أنا ورد له اثنين سجونتين أنا جنبهم قالوا ما بحد يا حكه. أرجع البيت وأنا طرحت خبيضة من اليوم الأول هذاك ليوم ثاني وأنا مريضة ما عاد قدرت أقول. ويوم ثاني جاوا يقولوا لي ابن عمو هذا قالوا إنه في هذاك القسم اللي سرت الأول. أصلى الله أنا ونقدم رواني وانا دخلت قلت انا عمركم الله الله يظلمها على من ظلم على العيال هذول شباب يرحموا الله مدرسين بعد حوالهم يشتوا مسكين يحيوا الدنيا وانتم تغمضوا على عيونهم تلقطوهم من الشوارع عمرك الله اقول للمدير هذا وكيل المدير باب الماء قال انا ما بشو عندنا مال انت يا جدد قلت له هو ابني انا لا قال انتم لقطوهم من الشارع وهو راوح من المدرسه الله لا يبريكم ولا سامحكم للحين ارجع ما بعد القوا من قسم لا قسم من قسم لا قسم هذا الحين قدوا في سكن الحبيب ما تدخلي وقد انت انفرتش مش قدره وين هو منوف على بنعنا هذا في سكن الحبيب هذا الذي نقوله له في سكن الحبيب قلنا نطالب بعده وكذا كانوا يقولوا لنا هذا ابنكم لا اسمه في هو عسكري هو كذا كذا يعني قلنا ما هو عسكري هو مدرس مسكين ما بش عليه حاجه. التهمه هي باللي يوضح لنا انه متهم انه عسكري. انا استغرب قد العسكري تهمه عسكري حماد الوطن هم أول من يضحوا بدمائهم من أجل الوطن هذا عسكري مش تهمة لكن معنا هذا أخي ليس لم يكن عسكري أخي كان أستاذ معلم بني أجياء وأنا أتشرف إذا كان عسكري لكن لم يكن عسكري هو معلم سواء الناس يعرفوا كل شيء متونا حتى ثبوت متونا هذا أنا مش كيف عاي تعرفون دو وإحنا ما نعرف أنه عسكري وكذا ما بذنبهم لما قاموا يسيئوا مع الثورة ولما قاموا مع الناس
هذا عراء، ما له حرام يبني يفعلوا بالناس هكذا، يحرقوا قلوبهم على اولادهم، يحرقوا قلوبهم على اولادهم. الذي عاد يشتي يقوم يشتي يدور له حل، ولا يقوم يتزوج، ولا شيء يغمضوا حلو في السجونه، لا شتاء ولا ويفر، شنو يفعلوا بهم؟ عملوا ضربهم يعذبهم، ولا انعذبوا ثلاث ايام، ثلاث ايام يمزقهم ابني، شمتوا ابو شمه ما جات وقدوا حرقت بعد اسبوع، بعد 12 يوم، وقصوا صابر وكلنا نحن قد يدي والله مش الغدا، حالته حاله معقول اللي يتولي